السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في مواصلة لوحة الأمل، ودائما مع الشلال. الحجر العادي نديره من تحت، من بعد الإسمنت، وعلى الوجه ندير الحجر نتاع البحر باش يبدو الوجه جميل. الحجر نتاع البحر كما شفتوا هو بروحه عنده نظرة جميلة. هذا ما يسمى بالحوض الأول، أي البركة الأولى اللي يهود لها الماء من الأنبوب. بعد تليها البركة الثانية تجي تحتها، طبعا هذا شلال، كل مكب يصب في المكب اللي تحتها. كنت خبصكم في فيديو اخر باللي قادرين ديروا هذا الشلال في الحوش، وتكون له نظره جميله جدا. شلال كبير يكون عندكم ما صم، هذاك الصم الكبير ثاني تقدي تقلدي هذا المصغر ديريه في المكبر، وديري له بلايص وين تغرسي الورد. ديري مثلا كي البازات هكا تخدميهم بالسيما معاه مع الشلال، وديري فيهم التراب ويجي الورد، يجي الشلال والورد، وتجيك واحد النظرة ما شاء الله. تقعدي تقهوي تما ولا تفطري، ولا ولو كان عندك بيت ماشي جديد، بيت قديم، تقدري ان شاء الله تحوليه لبيت جميل جدا بمجرد افكار بسيطة. هنا الا لاحظتوا راني نزيد القلقعات، هذوك ثاني قلقعات الحلزون البحري، تقدروا ثاني تزينوا بهم الوجه. هنا نشكر الحبيبات المخلصات اللي راهم يتبعوا الفيديو حتى للتالي، نشكركم بزاف، وراكم بناتي وربي شاهد على القلوب. مانيش تاع مصالح، احببتكم من قلبي. هذه بغيت نقولها لكم، كتبتها لكم كم من مره، واليوم راني قلتها لكم. احبكم في الله
أحبكم حبا جما ليس لمصلحة، وأعلم كذلك بودكم وحبكم لي، وهذا يشرفني بزاف. عندي بنات غاليات وليدات، اللهم بارك. أنا في الأول كنت استعملت قوقعات نتاع حلزون البحري، كنت شوفو راها مثقوبة، وقلت بالك زعما هي تكب بالماء، لكن بعد التجربة اكتشفت بلي ما تكبش نيشان، يعني تسيل على الجوانب. لهذا غيرتها بملاعق، قطعتهم ودرتهم في بلاصة القوقعة. مازال باقي الخدمة بزاف، ولكن جات النهاية تاع الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعوا معي، وجزاكم الله عني كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.